تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر يتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم يتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ولنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ولنا تهت الطريق ودروني ودروني لا صديق ولا رفيق يا براتنا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر مع الشجون في دروب الليل وحدي والسكون الشقيق بدنيتي دمع الشجون كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا برا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر I'm going to go to the hospital.
بقى شيء تريد تعرفه عني؟ أنا كل اللي عندي قلته، وما عاد يهمني شيء إلا إنه بنتي زينب ترجع. وإذا تريد تطلقني طلقني، وإذا تريد تاخذ حقك ونصيبك من بيتنا اللي بنيناه مع بعض خذه واعطني نصيبي. ايش؟ وإذا تريد تاخذ البيت وحدك خذه، أنا ما عاد يهمني إلا إنه زينب ترجع. بس بنتي ترجع. ايوه يا احمد، احنا الحين واصلين. كيف؟ نجي الفندق؟ انتم ما في بيت عيسى؟ خلاص ادور على الفندق واجيكم ان شاء الله. خير محمد؟ ايش في؟ للمرة الثانية أقول لك يا خالي، لازم تبلغ الشرطة وانت تعرف من اللي دخل بيتك. قلت له يا عيسى، قلت له بس ما وافق. بس يا زاهر، انت بالذات لا تتدخل في هذا الموضوع. زاهر ما صغير يا خالي، زاهر رجال. وانت بعد يا عيسى لا تتدخل بيني وبين ولدي، فهمت؟ مالك يا خالي، انت تغيرت كثير يا ابو زاهر، وتغيرت بسرعة. أنا بطلع من مزرعتك الحين على طول، بروح أبلغ الشرطة وبقول لهم. لو ما كنت جاي معي يا خالي، كنت ظنيت بالفعل انك تغيرت. لكن الاصيل اصيل يا ابو زاهر. صحيح، لازم الاصيل يكون اصيل يا ولد اختي. يلا بهمتك وشطارتك، اريد امل هذه تبات في السجن الليلة علشان تعرف من هو عيسى. كل هذا الورد يبغى القطف بعدين. صحيح، يبغى القطف. بس انا بعدني مستغرب، تغير عمي ناصر مفاجئ. ما اعرف يا عادل، ما اعرف. معنى هذا اكيد ان الشرطه بيستدعونه، ما دام انه امل تنكر انها دخلت بيتكم وسرقت فلوس. ليش انت خايف من شيء؟ لا طبعا، ليش انا من الاساس اخاف؟ بس بعدني انا مستغرب،
تغير أبوك مفاجئ لما قال لعيسى انتظرني أنا جاي معك. أكيد الأمر في شيء. كل عنده الشجاعة يعترف باللي عنده إلا أنا، إلا أنا ما أملك هذه الشجاعة. حتى نبيلة اعترفت وقالت اللي عندها بكل ثقة. لولا ضياع زينب كنت رجعت مسقط. أنا يمكن أعرف كيف أحل مشاكلي، بس كيف أرجع وأنا ما أعرف وين تكون بنتي؟ ما بردانا إذا تريد تبقى في الفندق وحدك ابقى، أما أنا بروح أدور على بنتي في الوادي. أنت إيش تقولي؟ أنا ما أقدر أبقى هنا وبنتي تموت من الجوع والعطش والبرد، وإذا ما رجعت فأولادي عندك أمانة. خلينا أول نروح الشرطة نسألهم على الأخبار بعدين نروح ندورها في الوادي. حبيبي يريدوا ياخذوك مني وانت بخير. خلي أحد يتقرب منك، ما في أحد يأخذك مني. لا تأذي أمك يا حبيبي، لأني أنا ما خليتهم يؤذوك في المستشفى. نعم يا حبيبي نعم. ما حد بياخذك مني. إذا التهمة انتهاك حرمة المساكن والسرقة من بيت الوالد ناصر. صحيح. الوالد ناصر ما تكلم لحد الحين، كل الكلام قلته أنت الأخ عيسى، على الرغم أن القضية قضية. هذا لأن الوالد ناصر اللي هو خالي ما كان متوقع أن الناس اللي يحبهم يسووا فيه كذاك. معنى هذا أن الوالد ناصر يعرف اللي سرق بيته؟ طبعا طبعا يعرف، وهو بنفسه بيخبركم من اللي دخل بيته علشان ما تقولوا انه انا افترى على الناس. تفضل خالي كلم الاخ الرقيب وخبره من اللي دخل بيته سرقك. ما بقى شيء تريد تقوله يا عيسى؟ لا خالي الكلام الحين عندك انت، تفضل. يا ولدي لو سمحت سجل هاي الملاحظه،
أن عيسى قال كل اللي عنده. نعم حاضر يا الوالد ناصر، ما يهمك، بس أنت خبرني في منشوك. كل الكلام اللي قاله عيسى يا ولدي كذب، وأنا أنفيه كله. إيش؟ ما حد دخل بيتي ولا حد سرق مني ألف ريال ولا شيء. عيسى هذا يا ولدي يريد ينتقم من الناس عن طريقي أنا، لكن أنا ما بسمح له يسوي أي شيء. الكلام اللي قاله الوالد ناصر عكس الكلام اللي قلته الأخ عيسى. سمعنا يا ولدي، عيسى هذا يريد ينتقم من الناس عن طريقي أنا، لكن أنا ما بسمح له يسوي هذا الشيء. كيف الحين يعني؟ أواصل اتخاذ الإجراءات ولا لا؟ عليش تواصل يا ولدي؟ إذا كان صاحب البيت يقول لك إنه ما حصل شيء من اللي قاله عيسى، فعلى أي أساس تكمل وتواصل؟ إذا هناك تهمة ممكن توجه للأخ عيسى، وهي البلاغ الكاذب، وهذه التهمة يعاقب عليها القانون. أحمد بغيتك يا ولدي الموضوع شوي بعدين ناصر بعدين. كيف يعني الحين؟ نفقد الأمل؟ عين من الله خير يا أحمد، الأخوان ما مقصرين، باذلين جهد كبير في البحث. تعال معي نشوف الخريطة وبشرح لك لوين وصلوا الأخوان في البحث. ناصر تفضل تفضل وصلك بطريقي. يا ليتك يا ولدي وصلتني بطريقك من سنين. يعني ايش؟ انا ما فاهم شيء. وانا فاهم كل شيء. وتعرف وين زينب؟ الا زينب الا زينب. الظاهر ان عندك سالفة طويلة عريضة. تعال تفضل ركب خلنا نسمع اللي عندك. كل صلاة يا ولدي ولها اذان. خلاص عمي انا بمر عليك البيت للمزرعه، تفضل ركب الحين. يا ترى ايش اللي صار فيك يا خالي؟ ايش اللي غيرك بهذه السرعة؟ كل اللي بغيت اعطيتك اياه والحين جاي تنقلب علي؟ والله لو شفت منك شيء ما يعجبني ساعتها لا اعرف انك خالي ولا جاري. وانت الثاني يا شيخان، وش اللي تخبيه ضدي؟
با ليش ما رجعت مع عيسى؟ عيسى وظيفته ياخذ لكنه ما يرجع. وخلي بالك على نفسك يا ولدي، لا ياخذك عيسى وما يرجعك. ان شاء الله با. يا الله. تعبت كثير يا شيخان، المشي في هالوادي متعب. دامك تعبتي فمن الأفضل أنك تستريحي. أخاف أن نحن ما نحصل زينب، أخاف تكون البنت خلاص راحت عنا. معقولة؟ معقولة أمل تبكي؟ أمل اللي هي أمل الجميع وأمل أحمد ونبيل أن يحصلوا بنتهم تبكي؟ أمل بدت تفقد الأمل، ما توقعت اللحظة واحدة إن كل هذا ممكن يصير معنا. وأنا بعد ما توقعت إني أخطب بهذه السرعة. أي يا شيخان، أنا في إيش وأنت في إيش؟ قصدي أخفف عنك يا أمل، أنا عارف الهموم اللي في قلبك. وبعدني أقول لك تخفف إيش ولا إيش، مشكلة كل واحد موجودة براسي، ابتداء أنا بزينب وانتهاء بحنان. الشيخان، سألتك أكثر من مرة من وين جبت رقم نقالي؟ قلت لك من بعض الأوراق في شركة عيسى. أي أوراق هذه اللي أنت تتكلم عنها؟ خليني أرد على المكالمة الحين وبعدين بخبرك. هذا عيسى؟ رد عليه شوف إيش يريد. نعم. ليش سويت كذا يا أبوي؟ أحسنت يا ولدي يا عادل، روح الحين البيت عشان ترتاح. إن شاء الله عمي. على آخر أيامي تريدني أكذب ولا تريدني أسوي كل اللي يقول عليه عيسى؟ حشاك عن الكذب يا أبوي، بس أنت تعرف في أحد دخل بيتنا في غيابنا. بس ما حسرق منا ريال، وعيسى يريدني أقول إنه انسرق مني 1000 ريال. ترضى لأبوك هذا؟ لا ما أرضى، بس أنا شاك إن في شيء غامض بينك وبين عيسى. اسمعني يا زهر، اللي بقول لك إياه إنك تخلي بالك من عيسى هذا. عيسى؟ إيش فيه؟ لا تستعجل يا ولدي، بكرة بتعرف كل شيء عن عيسى. أمل، تعتقدي ليش عيسى يريدني أرجع الشركة مرة ثانية؟ ما أعرف، بس أنت كأنك وافقت. أنا ما وافقت، بس ما رفضت. أنا أفهم عيسى أكثر من أي شخص ثاني. عيسى الحين في موقف ضعف، ولما يصير هذا الإنسان في موقف ضعف يقوم يتخبط وتختلط عليه كل الأمور، ويحتاج من يفكر له ويساعده. وأنت اللي تفكر له وتساعده؟ يعني أنت تريد تكون نسخة من عيسى، ولا يمكن بالفعل أنت نسخة من عيسى وأنا ما أعرف؟ أمل، خلينا نطلع من هذا المكان،
بالفعل انك بديت تفقد الامل في كل شيء، حتى انك بديت تفقد الثقه في كل حد. أمل، 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 المناقشة أفضل الحلول للوصول للنتائج إيجابية. أنا ما وافقت أرجع الشغل عند عيسى، وصدقيني لو وافقت بتكون موافقتي علشانك أنت وعلشان أهلك، لأني أنا أقرب إنسان لعيسى وأفهم كيف يفكر وعلى إيش ناوي. أمل، عيسى ما حابني علشان يرجعني الشغل، لأنه ما معقول خلال 24 ساعة يقيلني من العمل ويرجعني في نفس اليوم. وتفتكر ليش عيسى يريد يرجعك الشركة؟ خلي الجواب لهذا السؤال لبعدين، خلينا نروح الحين. يلا انتوا هنا؟ جينا ندور على زينب. قطعنا مسافات طويلة في الوادي بس زينب ما لها اي اثر. يا ريت لو ترجعوا البيت احسن. استاذ احمد، كنت اريدك في موضوع. شيخان، الحين ما وقته، لما يكون وقته انا بنفسي بتصل بك عشان تجيب اهلك. انا فاهم ايش باغي تكلمني. إن شاء الله يا أستاذ أحمد، إن شاء الله. عن ابنك. تفضل. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. العطر ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني صديق ولا رفيق، ودروني لا
وحدي والسكون الشقيق بدنيتي دمع الشجون كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور